غزلات اللطيف للحزن من لطف قد عودتنا يا رب فيها من خوفنا واعف عنا يا كريم يا لطيف لم تزل انت اللطيف للحزن من لطف قد عودتنا يا رب لا لا مو منه مو منه مو منه لسه دغري 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 يعني بتعرف شو الواحد قديش بتمر عليه قصص وحكايات وبيمر على راسه شروي غروي أمه لكن الواحد ما عم يفهم شو بصير فوق لحتى ينزل لتحت نقلم مني لسانك وخليني نطلع من هون أعوذ بالله وصلنا وصلنا أمجد وصلنا يا رب يا رب مو معقولة بشر بشر اللي عاملين هالشغل كله تخيل اسم الله طبي 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 انتبه يا لطيف ما صار شيء ما صار شيء قربنا قربنا هيتوا هيتوا قربنا شد حيلك شد حيلك عمجان يلا عالشغل يعني والله ما بعرف شلون هيك يا رب يا رزاق يا الله مرحبا مرات علين جورجي تأخرت عليك ولا يهمك جبت كم غرض لأميرة مار تمام في شي أخبار عن حسني؟ حسني؟ حسني أكيد حاطينه بالمنفردة والله مالي عارفة شو بدي أعمل مشانه ما تاكلي همه إلا ما نلاقي شي حل ونطلعه في شي أخبار تانية؟ شو بده يكون أكتر من هيك؟ مثل ما لك شايف حتى السينما سكروه بالشمال الأحمر كله بسببنا صحيح خرج أنت توصلي الشنطة لأميرة مار دليتك على البيت ما بيضيع حدا كتير سهل أكيد ما في مشكلة بس أنت لوين رايح؟ عندي موضوع بدي أقضيه بشارع شيكاغو بالحقه مراد برهان قايم الدنيا عليك مو ناقصنا ما تاكلي همي عمر الشقي بيب يلا بخاطرك الله معك انتبه على حالك هاي حصتك من ساعة الزبون مو كتير قلال عديهم أول شيء احمدي ربك برونتو أنا رايحة أشوف هداك الخروف اللي هنيك برجع لك آخ آخ أنا اليوم كتير تعبانة إلا خانو أخلين وسخلين خبيبي أخلين وسخلين تعا تعا ازيد بوقتك بدي أعمل مساز ستيلا صوفي خبيبي صوفي لك شو شوفي مشاكل فوق راسي والدنيا كلها عم تلاحق يا خرام وميرامار ليش ما تغني هون ميرامار وتتخبى؟ لا شو هالحكي صعب كثير بعدين المحل هون صار عندك مشموس اي مو ملا قصدك بخدمه ومالي غيرك قديش بدك 100 ليره كثير ليش لا يا ستيلا ولا تعملي لي فيها مساج وما مساج درتي بعد شنو علي ليش حبيبي خرام انا كثير تعبانه صعب ستيلا وانا تعبان بليز حبيبي مراد بليز جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.